مرحبا بكم، مساء اخبار كل شيء. دونك اونكور اون فوا باش نعملوا اليوم ان شاء الله انوتر اوبجيكتيف ندخلوا فيه اللي هو لا كوب. سي تري امبورطون، معناها امبورطون برشا بالنسبه لنا احنا الشيونس تاع الكوب. بون قرعه كالعاده، معناها عندنا باركور ان بو بليز موا معناها ديفيسيل، ما علينا كان نتحمل مسؤولياتنا فيه. التحضيرات معناها خلينا نقولوا معناتها عاديه بعد الماتش تاع الام سي ا. بون ركزنا اكثر سو لو بلان مونتال، على لوفوري، على معناها اللي مازال عندنا بوكو ترافاي افير. والكوب علاش قلت معناها سي تري امبورطون، خاطر يقعد ان اوبجيكتيف جوسكا لا فان دو سيزون ان شاء الله باذن الله، كان نتعداو يعني المرحله هذه. دونك لي تروب سيرون يعني موبيليزي موتيفي، يعني عندنا ان اوبجيكتيف، مش كيما لا قدر الله الواحد ما عندوش ان اوبجيكتيف يلعب عليه لاخر الموسم. دونك يكون عندنا معناها اوبجيكتيف، هدف نحبوا نوصلوا له. دونك لا موتيفاسيون تكون موجوده بالنسبه للاطراف الكل، كسوا معناها اداره ولا ستاف تكنيك ولا لاعبين ولا جمهور. دونك ان شاء الله نكونفيرميو ديزون لو ريزولتا. بطبيعه ديما قاعدين نشوفوا كيفاش نحسنوا معناها المردود نتاع الفريق الفردي والجماعي. وبطبيعه الحال الكاس نعرفوها ما فيهاش تكوينات مسبقه. نتذكر مثلا العام الفارط الاربع او خمس فرق الكبيره الكل خرجت من الدور الاول مع فرق من الصف الثاني من درجه حتى اقل. دونك تحضيراتنا كانت عاديه، ان شاء الله نكونوا جاهزين لجور جي بطبيعه الحال عند سافره البدايه تاع المباراه. بون اي سون كونفوكي، معناها بار ديارا، معناها الافكتيف اي سون اوبيراسيونيل، مي سا ديبون. الجاهزيه تتفاوت من لاعب الى لاعب، ما هي جاهزيه معناها كامله، لكن دخلوا ضمن معناها المجموعه. بطبيعه تقعد لنا روبير ونستناو في الكونفيرماسيون، نستناو معناها في التدعيم، فماش علاش يعني نعمل مباراة على مستوى كما تفضلت انت حكيت، على مستوى الروح، على مستوى القتالية كنا معنا متواجدين. فان شاء الله معنا الروح هذه فماش علاش باش تختفي بين عشية وضحاها، مع ان شاء الله السند تاع الجماهير نتاعنا وعلى ارضنا. بطبيعة الحال تكون فما عقلية اخرى ونفسية اخرى، ونتعامل معنا مباراة الى مباراة حتى يعني نزيد نتعرف اكثر على المجموعة، فاكثر باش نجم نطوروا يعني بنسبة مئوية لباس بها. الناس كل تعشق لاكوب، مش كان احنا برك كل فريق يلعب على الحظوظ نتاعو. دونك بطبيعة ونا ريكوبيري معناها من كيلكو جوار، معناها تكون معناها سونت اوبيراسيونيل، مي الجاهزية كما قلت لك يعني تتفاوت من اللاعب الى اخر. هذا بطبيعة الحال يعطينا حلول كسوا على مستوى الدكة نتاع المباراة هذه، او على مستوى التعامل مع المباراة، او حتى على مستوى معناها التنافس بين اللاعبين. دونك اليوم لي بلاس بصراحة سون شير، فما انكاستيت حتى الان باش نختار معناها التشكيلة الأساسية نظرا للشخصية نتاع اللاعبين الموجودين. وبطبيعة الحال لازم نعرف كيفاش نتعامل مع الوضعية هذه، حتى نخليو المناخ والملابس معناها جيد، وناس كل نلعبوا من اجل معناها هدف واحد اللي هو معناها الوصول الى نتائج ايجابيه للفريق، وعكس ما لازمناش معناها تكون فما هنالك يعني اليه مفرطه، فهذاك ينجم يعكر معناها صفو الجو نتاعنا. فان شاء الله نواصلوا على نفس الروح اللي بدينا بها المباراه هذيك. وكما قلت انا شخصيا قاعد نحب نزيد نشوف الفريق في مباراه اخرى للتدعيم، معناها خلينا نقولوا الاشياء الايجابيه اللي شفناها في المباراه الاخرى، لانه يعني هنالك اشياء بصراحه ما كانش هناك يعني على مستوى معناها حجم اللعب وتنظيم اللعب، ما كانش هناك يعني مباراه جيده. بو معناها فريقين عندك تشوف مستوى الترتيب، معناها فارق نقطه معناها بيناتنا بين قسنطينة وفاكستيف، يعني هناك يعني فارق نقطه ومعناها تقارب معناها في المستويات. كونه مدرب يعرف وما يعرفش، كل حد يتمسك معناها بالتجارب نتاعو بالخبره نتاعو، وحقيقه الميدان هي فك الساعه ونص هذيك كيفيه تكون جاهزيه نتاع المجموعه، كيفيه التعامل مع المباراه. الاكثر الاقل ما نركزش برشا على كونه عنده تتويجات او عندي تتويجات وكذا، لانه المباراه تبدا وتنتهي عند الصفه البدايه نتاع الحكم ونهايه المباراه النهائيه والصفره النهائيه معناها نتاع الحكم. بطبيعه الحال باش يكون فما انضباط تكتيك، معناها كل حد كيفاش يحاول باش يجهز الفريق نتاعو. بطبيعه فما دي برانسيب دو جو قاعدين نحطوا فيهم على ارض الواقع، نمكنوا فيهم على اللاعبين نتاعنا، الفريق نتاعنا تصبح عندنا نسبة كبيرة كنا نلعب على إمكانياتنا أكثر، ثم نسبة يعني كيف نخليوها يعني للنقاط القوة والضعف مع المنافس. يعني كل مباراة الحقيقة نتاعها يعني مفاتيح، يعني في لي برانسيب دو جو اللي عندنا احنا، إمكانياتنا اللي موجودة والجاهزية اللي باش تكون. ما نعرفش ندخل في ديبا نتاع مفاتح ومش مفاتح، دونك فما تحضيرات عادية نقوموا بها
لاعبين تأقلم مع كل مباراة على مستوى الشغل ناتي وجميع الآليات أغلب ما يمكن من حلول تكون موجودة في الملعب يعني في أثناء المباراة نتأقلم معها، وعلى ضوء ذاك اللاعبين ينجموا يتصرفوا عندهم الحرية عندهم من الابتكار معناها والخلق باش يتصرفوا حسب الوضعيات نتاع المباريات. بالطبيعة أخذينا بعين الاعتبار الجانب هذا كما قلت عنا كان عمل على الجانب الذهني ركزنا باش حفزنا اللاعبين على أهمية مباراة على أهمية المنافس على أهمية معناها الرهان هذا جانب معناها حطيناه جانبا ركزنا كيف كيف باش نبقي على ما هو ايجابي في المباراة الأخيرة ثم الحذر لأنه كما قلت هذا ستان اوبجيكتيف معناها كسؤالي نحن أو للمنافس تقعد يعني الجاهزية صحيحة وصلنا حتى يعني خففنا من النسق في التدريبات كذا تعاملنا مع الإمكانيات وعنا الطرق معناها كسوا مع الطاقم الطبي أو الطاقم تاع اللياقة البدنية اللي معرفت مدى يعني الحمولة اللي نعطيه للاعبين أثناء المباراة هذه وذلك اللي صار مثلا الأسبوع هذا وإن شاء الله نتمنى باش تكونوا موافقين في المباراة هذه. انا نتأقلم معكم علاش لانه المعمول به عالميا لا فيديو ماتش هذا المعمول به عالميا مش عندي انا الا معناها الناس كل تشتغل بالنسق هذا با تحبوا انتم تشوفوا حاجه اخرى نجم نتأقلم معكم كاول اكثر الاقل تحضيرات انا هذه المباراه كما قال لي ماتش انا حضرناهم ان شاء الله نكونوا واجدين غدوة 90 دقيقه تاعنا ونجيبوا لا فيكتوار باسكو لا كوب تتربح انا حوسو نربحو ان شاء الله ونروحو بعيد ونتوجو هاد الكاس ماذا بينا ان شاء الله يا ربي الحمد لله العوده تاعي كانت موفقه خدمت مع ستاف كاع كانوا يعاونوا فيا خدمت بريباريت وجيت روحي لهداك الماتش دخلت ديريكت لعبت وحاجه ما تبدلت ان شاء الله هذا الماتش ثاني نكون واجد ونكون اكثر من اللي كنت وربي يوفقني ان شاء الله يا ربي الحمد لله تيمان خدمنا مليح ورانا واجدين ان شاء الله لهذا الماتش والله كوب كما قلت لك تتربح ان شاء الله نكونوا في نهارنا ونرجيبوا هذا الماتش ان شاء الله والشعب معنا وكلش معنا في استادنا نجيبوا هذا الماتش ان شاء الله احنا رانا واجدين خدمنا مع ستاف وكاع رانا واجدين على كلش ان شاء الله نجيبوا الماتش وان شاء الله غدوه نكونوا بريزون وكاع الجوار راهم واعيين بالمسؤوليه وغدوه نكونوا حاضرين في التيران الشعب تاعنا كلش معنا ان شاء الله نجيبوا لا فيكتوار غدوه ان شاء الله الشعب عاوننا الماتش اللي فات عاوننا بزاف الشعب كانوا معنا ساند بزاف جبنا الماتش مع بعض احنا والشعب كاع ان شاء الله غدوه ثاني يجيبوا الماتش كاع مع بعض ان شاء الله